هذا يسأل عن المسابقات اللي في وسائل الإعلام واللي تسلطون عليها في رمضان ليشغلوا الناس عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن. هذه المسابقات أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل، ولا هي مشروعة، لأنها أشغلت الناس عن رمضان وعن التفرغ للعبادة. يبون الدراهم هذه من شغلة وساقتها وطلبها. أيضا أصلها ما هو مشروع بالطريقة هذه، الطريقة هذه ما هي مشروعة، لأنها يدخلها الكذب والغش والاحتيال، ويقولون إنهم يشرون الأجوبة، ما هو بيجاوب، هو يبحث، هو يشري الجواب، يشرون الأجوبة. فاللي يصلحون المسابقات يكتبون الأجوبة لأجل اتباع ويجيهم فوائد منها. هي كلها أكل للمال بالباطل، ولا هي بكذا المسابقات، مسابقات ما هي بكذا. نعم.